يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى دين الإسلام بأنه دين المساواة؟ دين العدل، يسمى دين العدل، ما يسمى دين المساواة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو دين العدل، لا يظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فهو دين العدل. أما المساواة هذه مجملة، مساواة بين مسلم وكافر. الله جل وعلا يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب، ويقول سبحانه نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كلمة المساواة هذه فيها إجمال، لكن إذا قال دين العدل نعم.